السلام عليكم، اهلا بكم، معكم ماريو نوس. دلوقتي البيتكوين، النهارده هيعمل اغلاق اسبوعي، فلازم يغلط فوق ال 200 100، الا ان هو احتمال يكون صعب شويه. لازم يغلق فوق منطقه ال 22800 دولار، لازم يقفل الار اس اي فوق منطقه 30، لازم ان احنا نشوف ايجابيه في السوق. فاللي حاصل دلوقتي ان الوضع في الوقت الحالي هيكون صعب شويه. الوضع في الوقت الحالي بالنسبه للتحليلات ممكن يحصل فيه غلطات كتيره جدا. اي حد عنده خبره يعرف الموضوع ده كويس جدا. من الممكن ان انت تغلط، من ممكن ان انت السوق يخدعك، من ممكن ان التحركات العمله نفسها ممكن انها تخدعك. الكلام ده كله وارد جدا، فبلاش المجازفه الكبيره والاعتماد الكبير على بعض المحللين سواء كان هنا او في اليوتيوب والكلام ده كله، الا لو كنت انت عندك منتور، والمنتور دوت انت واثق فيه جدا وعنده يعني وانت معتمد عليه ومتابع معلش انا بقى ومتابع التحليل بتاعه الاستراتيجيه بتاعته الكلام ده كله. فمن ممكن هو يكون عنده وجهه نظر مختلفه عن اي حد تاني. ف غائب السوق كويس، اعرف السوق رايح فين. من الممكن يحصل تراجعات قويه في الايام الجايه ديت، ومن الممكن ان السوق يعمل حركه عرضيه. ده بالنسبه للبيتكوين، يعمل حركه عرضيه وبعد كده ممكن يكون فيها صعود، او ممكن يعمل حركه عرضيه وينزل، او ممكن هو ينزل مره. طيب ايه اللي يحصل اذا النهارده كان في ايجابيه؟ اغلق الشمعه النهارده بايجابيه فوق خط 22800. برضو لازم تاخد حذرك، خد بالك من الموضوع ده قوي، عشان خاطر احنا داخلين على ركود اقتصادي والوضع صعب شويه، ففي مؤشرات مش طيبه عالميا، عشان خاطر تفهم. فالسيوله، المشكله ان السيوله مش كافيه بقدر كبير، او ان هي تعمل حركه او قفزه كبيره قوي في السوق في الايام الجايه دي. ولكن هنشوف ايه اللي هيحصل، وهنشوف تلاعب الحيتان هيكون لغايه فين. بالتوفيق، سلام عليكم.